الآن ننتقل مباشرة إلى دائرة أخرى بأمانة عمان الكبرى، اللي هي المهندسة اللي راح تحكي عن، هي مديرة وحدة مشاريع في أمانة عمان، اللي هي المهندسة ساجدة نسور. المهندسة، دعيني أنا ألقبك بالمهندسة المجتهدة، لأنها هي كثير اشتغلت على حالها، وأنا يمكن بدايات عملها بأمانة عمان الكبرى اشتغلت معها بشكل مباشر. فهي حاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة الأردنية عام 2008. هي اشتغلت في أمانة عمان الكبرى، تعمل حاليا مدير وحدة استدامة المشاريع في الأمانة، وكذلك تدير مشاريع البنية التحتية الخضراء، وهذا مشروع مهم. قامت بإدارة عدة مشاريع البنية التحتية الخضراء، مثل مشروع الرئات الحضرية الصغيرة اللي هي Urban Micro Lungs UML Project، ومشروع تحسين معيشة المناطق الفقيرة في عمان Improving Living Conditions in Poverty Striking Area in عمان ILCA. وعملت في مكتب معالي أمين عمان الكبرى كممثل رئيسي مع مجموعة C40 Network، وعضو في لجنة التغير المناخي في أمانة عمان الكبرى، وعملت على التعاون بين الأمانة والجهات الدولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واتحاد المدن والإدارة المحلية The United Cities and Local Government UCLG. تفضلي، the floor is yours مهندسة، حتى تطلعينا على مشاريعكم في أحياء مدينة عمان. تفضل. مساء الخير جميعا. أنا راح أحكي بشكل سريع عن مشاريع البنية التحتية الخضراء في أمانة عمان من خلال الأسلوب التشاركي مع المجتمعات المحلية، وهذا الأسلوب التشاركي الجديد اللي أنت بتوصل وبتعكس احتياجات الناس من خلال تصاميم واقعية على أرض الواقع وإيجاد فراغات حضرية. إحنا شغلنا أيضاً استكمال اللي تفضلوا فيه زملائي، واستكمال للخطة الاستراتيجية لأمانة أمانة عمان بإيجاد فراغات حضرية في الأماكن المكتظة، بالإضافة إلى خصوصية لمدينة عمان أو بالأردن اللي هو موضوع اللاجئين وكيفية إدماج اللاجئين في المشاريع التنموية والحضرية في أمانة عمان. المشروع الأول اسمه مشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء، والمشروع الثاني هو كيفية إيجاد وإنشاء غابات حضرية كثيفة على طريق اليابانية اللي اسمها طريقة مياواكي. أنا بالأول راح أعرض فيديو عشان يكون عندكم تصور على اللي بدي أقوله. الفيديو عم بيوضح المواقع الثلاثة لمشروع اللي هو تحسين الظروف المعيشية في أحياء شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء بالأسلوب التشاركي. هذا المشروع هو بتمويل من الوكالة الألمانية GIZ وبتنفيذ من أمانة عمان والشريك الاستراتيجي وزارة البيئة. تم اختيار ثلاث مواقع في شرق عمان حيث في تواجد كبير للاجئين. هذه الصبية بتقول إنه كيف الحديقة قبل ما تتأهل كانت إنها ما بتشعر بالأمان وما كانت بتقدر تروح على الحديقة، لكن بعد ورشات العمل والكونسلتيشن مع المجتمعات المحلية وعكس احتياجات جميع فئات المجتمع سواء كانوا كبار السن أو الأطفال أو النساء، اتأهلت بطريقة إنه إيجاد مساحات مخصصة للأطفال للفتيات. حتى الحديقة تأهلت بطريقة إنه الويلتشير أو السيد اللي معاها طفل تقدر تدخل على الحديقة من أول لآخر باستخدام العرباي. الموقع الثاني كان هو الدرج السابع الواقع على شارع القدس، ايضا هناك كان في مشاكل من حيث استخدامه في فترات الليل المتاخر او في الصباح الباكر لطلاب المدارس وطلاب الجامعات. تم إضافة عناصر البنية التحتية الخضراء والتي هي تعتبر الآن وسيلة للمصممين الحضريين بعكس جميع المتطلبات وكيفية تجويد الحياة ومعالجة المشاكل البيئية سواء الفيضانات أو موضوع تجميع مياه الأمطار. دخلنا فعاليات جديدة للأطفال و انيشيتيف جديده زي تاكتيكال اربانيزم والتداخلات الحضريه المؤقته. ايضا التشاركيه كانت من اليوم الاول بالمشاريع حتى بعد انتهاء المشاريع، وعمل سايت اكتيفيشن وانشطه تفعيل للمواقع لكسب المجتمعات المحليه معنا وزياده شعورهم بالملكيه تجاه هذه المواقع. هنا فيك ايضا نشاطات كانت حوالين المدارس، كيفيه عمل رسومات على الارض لتوضيح
الأماكن العبور الآمنة لطلاب المدارس، ونشر الوعي أيضا بموضوع المشاكل البيئية والتغير المناخي خاصة للأطفال. امتد هذا المشروع خلال الخمس سنوات السابقة، تم تأهيل ثلاث مواقع وفي مناطق شرق عمان وإدماج جميع المجتمعات المحلية. القصص النجاح اللي شاهدناها إنه نسبة التخريب بهذه المواقع كتير قلت، استخدام هذه المواقع كتير زادت، أيضا الناس صارت بحاجة أكتر إنها عم تطلب منا ننفذ مجموعة زيادة من هذه المشاريع بهذا الأسلوب بهذه الطريقة لتنفيذ تصبح شبكة، هذه شبكة البنية التحتية الخضراء. الصور الآن لمشروع الرئات الحضرية وكيفية إنماء وإنشاء غابات حضرية كثيفة على الطريقة اليابانية المسمية مياواكي. هذه الطريقة تعتمد على اختيار النباتات الأصيلة وهندسة التربة، بحيث أنت بتزرع بالمتر المربع الواحد 30 نبتة بدال 10 نبتات، وبتكثف المنافع البيئية لهذه الغابات. للآن تم إنشاء ثلاث غابات حضرية، الأولى موجودة بحديقة عمر الفيصل بماركة، أيضا حديقة العبداللات، وحديقة موجودة في منطقة مفتوحة بمركز صحي قريبة من مركز الصحي المنارة في موقع النصر. الإضافة إلى المنافع التأهيل والمنافع البيئية التي تم إنشائها خلال هذا المشروع، تم العمل على كاباسيتي بيلدينغ لموظفي أمانة عمان الكبرى وموظفي وزارة البيئة، بحيث تم تدريب 110 موظفين على مواضيع البنية التحتية الخضراء. أيضا تم إصدار العديد من المنشورات راح أشارككم فيها من خلال اللينك بعد شوي، على كيفية منافع البنية التحتية الخضراء، كيفية إشراك المجتمعات المحلية، الدليل التوضيحي لإنشاء غابات حضرية على الطريقة اللي ذكرتها. الصور الآن بتبين المرحلة الثانية المشروع اللي هو extension site، امتدادات للمواقع الأصلية لتحقيق الشبكة البنية التحتية الخضراء المرجوة. هذا مجمل للمشروع، والفيديو هي قرب يخلص. شكرا.